انا اسيدون يعني ناشط في البي دي اس، وبي دي اس هي جزء من الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع، هي والمجموعات مجموعات العمل الوطني من اجل فلسطين عاملين اليوم نداء من اجل تنظيم مسيره كبيره وستكون يعني عظيمه ان شاء الله لاستنكار ما يجري حاليا في غزه. ما يجري حاليا في غزه هو التطهير العرقي، لان هي جريمه ضد الانسانيه، هي دفع سكان مدنيين من ترحيل من يعني من منازلهم. هذا ما وقع في 48 ويريدون اعاده 48، ولكن هذه المره بوسائل يعني 100,000 مرة الوسائل اللي كانت عند الصهاينة في 48، وبالتالي تحول هذا إلى إبادة جنس، لأن هي جريمة أخرى ضد الإنسانية. يعني تصور بأنه في هذه ساعة على حسب الإحصاء اللي قريته صباح 800 أطفال إلى ماشي 900 ماتوا من فوسط يعني أكثر من 2000 وأكثر من 3000 يعني شهداء و 9000 ديال جرحى. هذا عمل لإبادة جنس، فنحن جينا باش نستنكروا هذا. ونحن جماهير شبيعة يعني المواطنين اللي جاوا ولباوا هذا النداء مشكورين ومشكورات مواطنين ومواطنات، ولكن لا بد باش نضيفوا شي حاجه. المغرب كمغرب كدوله كرسم كسلطات رسميه عندها سلاح في التك يعني باش تضغط على الكينساني في هذه الظروف، وباش يوضع حد للجرائم ضد الانسانيه والجرائم حابي كيرتكبها حاليا كيمشيو الضحيه ديالها الالوفات ديال الناس. هي التطبيع، هي يعني اسقاط التطبيع، هي وضع حد لاتفاقية التطبيع. هذه هي وسيلة الضغط يعني الضرورية حاليا لوضع حد لهذه المذبحة التي تجري حاليا في فلسطين. نحن كمجتمع مدني وسائلنا هي في المقاطعة، حاليا نحن في حملة مقاطعة متاجر كارفور طول هذه السنة، بالخصوص يعني نشرت عدد كبير من المتاجر في أرض المحتلة في 48 و 67 يعني كتستفد من الاحتلال، كتستفد يعني من الاحتلال، وكتجمع يعني أموال باهظة وكتبيع يعني كتنشر منتوجات ديال المستعمرات. هذه هي حملة من الحملات اللي احنا كبداس كنديروها حاليا. المهم اليوم يعني نحن مقتنعون بانه شعب فلسطين سينتصر، سيحرر يعني فلسطين باكمالها وسيبني فيها دوله ديمقراطيه عاصمتها القدس. خرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.